كابتن سلعواجي لحضرتك قائمه سله سبورتنج، اتفضل يا كابتن. هو قائمه سله سبورتنج في مؤمن مكرم، وفي كريم حاتم، عبد الرحمن خالد، واحمد هشام، ليسي، يوسف رفعت، سليم العسوي، ده هو لعيب تحت 18 سنه كان مع الكرداني، عز الدين فريد، باسم الليسي اخو محمد الليسي، وفي عمرو عبدين ده لعيب قديم، ويوسف شحاته، محمد صلاح، وابراهيم حجازي، ومحمد خرشد، واشرف ربيع. اشرف لعيب ده صفقه جديده اللي هو من نادي الاتحاد السكندري. ما احنا هنستعرض الصفقات الجديده لكل فريقين، بس يا كابتن في محمد منير برضو، وانا عرفت ان هو مش معاهم في الاسماعيلي. احمد منير، احمد منير، ناسي. احمد منير واحمد مش موجود طبعا، نجم مصر ونجم منتخب مصر، مش معاهم في. هو بقاله فتره يعني بصراحه بقاله فتره ما مش معاهم، لكن عندهم عناصر خبره بتمثل في احمد هشام سعيد طبعا، وبتسم في خرشد محمد صلاح ومحمد صلاح واشرف ربيع. اشرف ربيع طبعا، يعني خط عوامل كبيره. اشرف لعب كاس عالم، وفي بقى اللي هم عناصر بقى القوه اللي هي زي الليسي، الاثنين اخوات، وفي برضه زي الولد اللي هو الولد اللي هو احمد، في اللي هو احمد هشام صانع الالعاب، له دور كبير جدا. طبعا عندنا سليم العسوي، سليم العسوي ده ولد كويس، سليم العسوي تحت 18 سنه، لعيب كويس جدا. ومحمد خرشي طبعا يا كابتن تحت الحلقه قوي. لا انا شايف فرقه سبورتنج ما شاء الله، فرقه كويسه، فرقه كويسه، وفرقه مش سهله، بس اعتقد احنا احسن ان شاء الله.